وبنرجع مره ثانيه فقره مطبخنا. وزي ما قلنا في الاول ان احنا النهارده في المطبخ فكرته مختلفه. احنا عاملين هو صنف واحد رز، بس الرز ملك، ممكن نعمله بحاجات كتيره جدا، شوربه، ممكن نعمله كفته رز، ممكن نعمله حاجات كتير. النهارده شاف عمر خرشد معانا، وهو اللي هو عمرو خرشد هو اللي معانا، وهو اللي هيقول لنا ازاي نقدر نعمل انواع الرز المختلفه. ازيك يا شيف؟ اهلا بيك يا عمرو. انا عجبني جدا الفكره. ريسايكلينج النهارده، بدل ما نرمي الاكل هنعمل انا النهارده الرز اللي هو بيفيد مننا، ليه نرميه مع ان ممكن نستفاد منه كذا حاجه. انا الفكره كلها ندور الاكل، حتى مش الرز بس، الاكل اللي بيبات مننا رز لحمه مفرومه، طحينه، خد فراخ، لحمه، عندك عملت عزومه مثلا وفاض اكل مثلا، ازاي ادوره تاني؟ هي دي الفكره. فخلينا النهارده نشوف ايه هي فكره الرز البايت، هندوره ونعمله كذا حاجه. نشوف المقادير. هتقول المقادير كلها ولا هتقول لي المقادير؟ احنا نبدا باتنين واتنين بس. طيب. الاول نقول مقاديرنا كلها اللي هنحتاجها في كل الاربع اصناف. طيب. يلا حلو. المقادير بتاعتنا: كيلو رز، نص لحمه مفرومه، كيس خضار مشكل، فلفل الوان، رتل شوربه، نص كريمه، 2 كوب بشاميل، حزمه بقدونس وذره حلوه 1 كوب، و2 ثمره بطاطس مسلوقه، وملح وفلفل وكركم. اما الدريسنج بتاع السلطه عباره عن مسترده وعصير ليمون وزيت. لان احنا هنعمل سلطه رز بالخضار. تعالوا نشوف عشان نقول كل اصدقائنا. طب حاجه احنا هنعمل دلوقتي اول حاجه رز بالكريمه. شوربه الرز. هي اسمها شوربه رز بالكريمه. رز بالكريمه. الرز بايت عندي اهوت، هنستاذنك في اي معلقه او شوكه. ما فيش اكتر من الاكل اللي بنرميه طبعا، وداخلين على رمضان وعزايم. بيبقى في اكل. استاذه مفيده، انا بسخن الحله خالص. ها، وبجيب الرز البايت اللي هو عندنا في اي بيت حرام نرميه، فبنستفاد منه. بنعمل ايه؟ بسخن الحله كويس، وباجي مش يعني نص كوبايه رز، نص كوبايه ارز، اوكي؟ وبيبقى عندي شوربه. احنا في البيت بنسلق لحمه، بنسلق فراخ، ممكن نحتفظ بالشوربه. ممكن تقولي احط الشوربه دي في الفريزر، احط الشوربه دي وطلعها لما اكون محتاجاها. محتاجاها. فانا حطيت الرز. اوكي، انا بعمل ليه كده؟ عشان يعني كده ابقى مطمنه. ايوه، ان انا بحييه لو في اي حاجه سائع مثلا، فبقتل البكتيريا بان انا بشوحه كده من غير زيت، من غير اي حاجه. لو احنا لاحظنا الشوربه فيها دهون وفيها كل حاجه، بحط الشوربه على الرز. المهم الفكره ان انا حطيت الشوربه وحطيت الرز ومن غير اي دهون، من غير اي حاجه. لان وانت قبل ما نحط الشوربه رحت مشوح الرز عشان تديله كانه لسه فريش. بص، علشان لما حاجه بتبات في الثلاجه اي حاجه تقول لك فيها بكتيريا او كده، فبقتل البكتيريا وبعمل نشتغل بقى. بسيب ديت ممكن بقى نولع دوت. هو لسه ما ولعش. طيب ده بسيب الرز، بسيب الشوربه تغلي. اوكي، خلصنا كده الشوربه، هنخش على تاني حاجه. لسه ما خلصناش، احنا بس حطينا الرز شوحناه وحطينا عليه حبه شوربه بس، ونسيبه يغلي. ده مش هستعمل اي مواد ربط، ولا نشا ولا دقيق ولا حاجه، لان هو اوريدي فيه النشا. اوكي، فبسيب الشوربه لغايه ما تغلي. لما تغلي وبعدين تحط لها الكريمه. عقبال ما الشوربه تغلي نعمل حاجه تانية. تعالوا نشوف هنعمل السلطه ولا تعمل ايه. تعمل سلطه. خلينا في كفته الرز. اوكي، خلينا في السلطه، سلطه الرز. نعمل سلطه الرز بالخضار. بنحتاج لها ايه بقى؟ تعالوا نشوف مع بعض. بجيب بوله كده. اجيب كده ولا كده؟ اوكي. بجيب بوله كده، نجيب معلقه تاني، معلش، اي معلقه خشب، اي معلقه خشب. ايوه، اوكي. طيب الرز اللي هو ده على البارد، بعمل السلطه عباره عن كوبايه رز. اوكي، كوبايه رز عندي اهوت. اوكي، وبجيب فلفل الوان. تمام. اصفر، احمر، اي حاجه. متشوح ده؟ انت مشوحه ده؟ لا كله على البارد. سلطه بارد. سلطه يعني بارد. سلطه على البارد. تمام. هنشوف دلوقتي. طيب، يبقى انا بجيب فلفل الوان ورز. بجيب شويه بقدونس. هل تسمعني؟ حاول. طيب دلوقتي بجيب شويه بقدونس. اوكي، وبجيب شويه خضار سوتيه موجود عندنا، اللي هو جزر وبسله. اوكي، تمام. ممكن احط شويه بصل. اوكي، بصل. أوكي. طيب كده الرز انا حطيت كل المقادير بتاعتي بالطريقه ديت. اوكي، هتقولي لي يا شيف طيب ايه الدريسنج بتاعه؟
او انت هتعمل لنا انت دريسنج. عندك طحينه هنا؟ لا ده بشاميل. طب بشاميل طيب أوكي. الدريسنج بتاعي عباره عن ليمون. هتحط ليمون شويه زيت اوكي شويه زيت عشان يصحصحوا ايوه نحييه اوكي شويه ملح اوكي شويه تمام. فلفل اوكي طيب انا دلوقتي الرز كده اخد الدريسنج بتاعي وممكن شويه مسترده ايه رايك في الفكره ديت؟ لا فكره حلوه انا احب انا يعني انا عندي ما عنديش مشكله بان انا اكل حاجه زي كده فكره برضو طيب وبعد كده خالص لما دي كده احنا اول حاجه عملناها كده خلاص خلصنا السلطه حطيت لها الكورن بحط بقى اللي هو الكورن بيبي كورن ايوه خلاص عشان ايه يعني يلمعه وممكن بقى يعني اضيف مثلا تونه سموكس يعني نعمل بقى الطاجن اللي جاي نعمل الطاجن مع الكفته اوكي طيب انا كده احنا عملنا اول حاجه باللحمه والبشاميل نقفل بقى الشوربه عشان نبقى خلاص طبعًا. الشوربه غليت قدامنا اهي هحط لها بقى طلع انا بس اول حاجه خلصتها ده طبق ده سلطه الرز بالخضار خضار السوتيه وبالنسبه للشوربه نوري الساده المشاهدين اهي غليت اهي مش محتاج دقيق مش محتاج فكره أي بسيطه حاجة جدا واستخدمت الرز في اكتر كريمه لباني على تمام. اساس ان هي تبيض لي الرز وفي نفس الوقت تبقى موجوده عندي تمام وبعدين طيب. ادي الشوربه باجي اغرفها على طول وممكن لبن جوز هند برضو كمان يبقى حلو يعني أيوة. انا بس هو ده كل الاضافات ما احطلهاش مشروم ما اعملش اي حاجه والله دي على حسب ممكن شويه مثلا مشروم ممكن لحمه بس انت ما سبتش البتاعه تستوي كده معاها لا الرز مستوي اوريدي شكشك اهي بص طيب ممكن نعمل بقى الطاجن يا شيف عمرو اوكي اوكي هنعمل هنوري الساده المشاهدين شوربه رز بالكريمه هنوري الساده المشاهدين الكفته الاول معلش سامحيني عقبال ما نعمل هو شيف محمود اللي بيغششني بيقول لي الطاجن ماشي عقبال ما نعمل الطاجن ممكن الطاجن على البارد نعمله؟ نعم براحتك خالص اعمل اللي انت عايزه طيب تضيفني. بالنسبه للكفته انا للساده المشاهدين بقول يا جماعه احنا هنعمل صنفين بالرز البايت تعالوا نشوف مع بعض بسرعه الصنفين بيتعملوا ازاي تمام اول صنف لحمه مفرومه بجيبها اوكي بجيب شويه بصل تمام ايه يا استاذه مفيد بجيب شويه بقدونس ركزي تماما معاك بجيب شويه بقدونس اوكي بجيب شويه ملح بجيب شويه فلفل اوكي وبرده صديقنا النهارده او يعني صاحب الفكره الرز بحط احنا اي بيت بيعمل كفته كلنا بنعمل حل الرز الكفته بيحط شويه بقسماط نسبه الرز للحمه قد ايه يعني نفس نسبه اقل شويه من لا يعني ده لو ربع كيلو عليه كوبايه رز اوكي اكنك بتعملي كفته في البيت اكنك بتعملي كفته بالبيت فانا بجيب مثلا معاك اهو عشان الوقت اللي هو البقسماط او كده اوكي عشان يمسك عشان يمسك او كده دي طريقه الثانيه بنجيب شويه الرز البايت برضو اوكي دي بقى ستات البيوت اللي ما شاء الله عليهم زمان بيعملوا الافكار دي كمان شوكه وبجيب انا دلوقتي حطيت الرز مع البيوريه بطاطس بوريه بطاطس مسلوقه ورز وكركم وملح وفلفل اوكي بعملها عجينه بعجنها اوكي علشان خاطر دي كمان عجينه البطاطس دي كفته كفته رز بطاطس دي كفته ثانيه دي كفته بصي بعمل ايه بقى يا استاذه مفيده طب ده كده صنف ده هيبقى ده انا قبل الهوا عامل كده عجينه برضو الكلام ده ممكن اضربه في المكسر اللي هو البطاطس وممكن تعمله كده المكسر بيطلع لي بالطريقه دي بيطلع لي بالطريقه دي ليه بقى عشان اعمل الاتي زي كوبيبه او اي حاجه كفته وبحط انا كده هل تسمعني جوه اللحمه المسبكه وبشكل انا الكفته بالطريقه دي وبحطها احمرها خلاص احمرها في الزيت طب ثانيه عشان يعني كروكات مش حاطط لا عليها دقيق ولا اي حاجه ليه بقى إيه؟ رز برافو سؤال جميل اقدر اجاوب عليه ولا اي حاجه لاني اوريدي البطاطس والرز هو هتلاقي دلوقتي هيمسك نفسه دلوقتي والكفته هتبقى هي ماسكه نفسها يعني اوريدي احنا حاطين بطاطس ليه طيب احنا فاضل لنا وقت بسيط جدا عشان نعمل البشاميل بص بقى سهل خالص البشاميل ايه بقى البشاميل عباره عن والله افكار النهارده تجديد يعني بدل ما بنرمي سوتيه كتير ورز كتير دلوقتي الرز البايت اللي عندنا اوكي بعمل ايه بقى في الطاجن البشاميل سهل واي بيت عارفه برضه هحط عليه خضار الخضار تمام. وبجيب شويه لحمه مفرومه اوكي وبجيب شويه بشاميل اوكي وتضربهم واعملهم البرام عندك اهو وبجيب طاجن بالطريقه دي اوكي
بقلب الكلام ده كله مع بعضه. افكار بسيطه قوي، احنا بنرمي ليه اكل كتير في ده؟ الفكره فكره جميله جدا. اهي الكفته ماسكه نفسها ها، على اساس فيها بطاطس وفيها رز والكلام ده كله. وبعدين بحط في الطاجن. اوكي، الو الو الو. وبحط البشاميل بتاعي ها. والبشاميل اي صينيه بشاميل بتعامل معاها زي صينيه بشاميل عادي خالص ها. بجيب الجبنه موزاريلا، جبنه شيدر، اي جبنه. اوكي، وبحط الكلام ده كله ها، ودخل الفرن. ما تاخدش الفرن 5 دقايق تطلع وشها محروقه وبتاع كفته. يبقى احنا استفدنا على كفته الرز، استفدنا بالرز البايت ان احنا عملنا سلطه وشوربه وكفته بطاطس رز وطاجن رز بالخضار. ميرسي جدا، ميرسي يا منى، بشكرك، ونشوفكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده. واستنى ما فيش جديد.